أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال لقائه سفير الجزائر لدى العراق عبد القادر بن شاعة ضرورة تحشيد الجهود العربية والدولية لتحقيق استقرار المنطقة. وقال بيان لمكتب رئيس مجلس النواب أن الجانبين استعرضا الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة والتعاون المشترك من أجل مكافحة الإرهاب. وشدد الجبوري على أهمية الدعم العربي والدولي لإعادة إعمار مدن العراق المحررة من الإرهاب والمشاركة في إعادة الحياة إلى المناطق المدمرة لضمان عودة العوائل النازحة إليها.